مكتبة جاك بيرك بفلندا في ولاية تيارت تحتفل باليوم العربي للمكتبات بإقامة العديد من الأنشطة، منها معرض لكتب المكفوفين مكتوبة باللغة البرايل مع فقرات أخرى. قمنا بعدة أنشطة، أولها معارض للفيديو وكذلك معرض للكتب. النشاط المبرمج من رزنامة المكتبة الرئيسية للمطالعة التي اتخذت من تجربة الخروج من عاصمة الولاية طريقة إلى مركزية النشاط الثقافي. إذن هي مناسبة عربية وطنية تحتفل من خلالها المكتبة الرئيسية بالتنسيق مع ملحقة جاك بيرك باليوم العربي للمكتبات المصادف لـ10 مارس من كل سنة، بحيث سطرت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمولية برنامج يليق وأهمية الحدث. الاحتفال كان فرصة لكاتب محلي بأن يقيم بيعاً بالتوقيع لأحد كتبه كتجربة أولى في حياته الأدبية. شرف أو للشرف العظيم أن أكون هنا وأن أنال هذا الشرف للبيع بالتوقيع لأول إصداراتي، وهو عبارة عن كتاب مجموعة من الخواطر ممزوج بين الشعر والنثر. إحياء اليوم العربي للمكتبات لفت للانتباه نحو أهمية المقروئية التي يجب أن تتجاوز القراءة من أجل الامتحان والدراسة لنيل الشهادات فقط.